بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوقفني خبر على الجزيرة نت بيقول ظهور قناص بغداد في اسطنبول. هالني هذا الخبر، رحت أبحث، أطمئن، أسعد بهذا الخبر الجميل لو كان صحيحا. معقول جوبا قناص بغداد ما زال حيا؟ جوبا القصة غير المروية، حكاية بطل عراقي ما زال يمدنا بالأمل، مؤكدا أن هذه الأمة ما زال بها خير وأبدا لن تموت بإذن الله. اتعمل عنه أفلام سينمائية وحكايات شعبية، لكن الفيلم الأهم من وجهة نظري هو الفيلم الأمريكي American Sniper أو القناص الأمريكي. فيلم أمريكي أنتج 2014 كشف جانب مهم جدا من شخصية هذا القناص، قناص بغداد. الأهم أن هذا الفيلم كان عن قصته الحقيقية وموقف حقيقي. هذا الفيلم وجه النقد الشديد للاحتلال الأمريكي للعراق، جملة حوارية دارت بين قناص بغداد والقناص الأمريكي اللي كان بيواجهه. قال له: لماذا أنتم هنا على أرضنا وخلف سور المدرسة التي هدمتوها؟ لماذا جئتم إلى بلادنا؟ لماذا لم تخرجوا حتى الآن؟ لم يجيب القناص الأمريكي إجابة واحدة إلا السكوت والصمت. لقد جاءوا أيها البطل لسرق الذهب العراق وقد سرقوه، ونفط العراق وقد سرقوه. ورايمر: عيش معايا قصة قديمة جديدة نشعر معا فيها بالعزة التي فقدناها لأننا تنازلنا عن كرامة أوطاننا. جوبا هذا هو الاسم الذي أطلقه الأمريكان عليه، يعني رقصة الموت، لأنها رقصة إفريقية مرتبطة بلحظات ما قبل الموت. قناص بغداد الرعب الخفي الذي أصاب عقول الأمريكان حاضرا كان أو غائبا. جوبا بعد البحث وقراءة خبر الجزيرة ظهور قناص بغداد في اسطنبول، علمت أن الخبر عن ظهور فيلم قناص بغداد للعرض في اسطنبول. أصابني الإحباط، لكن سأروي حكاية بطل رفع رأس العراقيين والمسلمين رغم الاحتلال. سنة 2003 سقطت بغداد وسقطت العراق وسقط نظام صدام. احتل الأمريكان هذا البلد العربي المسلم بحجة إسقاط صدام الذي احتل الكويت. قبل هذا التاريخ بسنتين فقط كانت أمريكا لديها مشكلة اقتصادية، فأسقطوا البرجين في 11 سبتمبر 2011 وبدأت حكاية تغيير الشرق الأوسط ودخول الأمريكان فوق كل شبر من الأرض العربية المسلمة، السعودية والكويت والبحرين وقطر واحتلال العراق وطبعا مصر، لأن مصر هي المعبر الرئيسي وموطئ القدم الأهم لأي محتل لمنطقتنا. الهدف كان بيع الأسلحة وتشغيل مصانع السلاح الأمريكية والأوروبية ونهب خيرات العرب والمسلمين، لأن حكامهم كانوا مذعورين مرعوبين على الكراسي. قبل غزو الكويت كان وجود الأمريكان على استحياء في المنطقة، وبعد الغزو أصبح وجودهم بموافقة شعبية. ناس خايفين من العراق وإيران وجالهم المنقذ الأمريكي. استمر الأمريكان في نهب الذهب والنفط وفتح أبو غريب. لكل عراقي حر قال لا للاحتلال. سنة 2005 بدأ اسم قناص بغداد يظهر بعد أن عرض أول فيديو تم تصويره ونشره أثناء قنص قناص بغداد لعساكر المارينز الأمريكان. في بداية عمليات القنص لم ينتبه الأمريكان لخطورة هذا الذي يحدث، رغم أن الجندي الأمريكي مذعور بطبيعته، هو مش جاي العراق يموت، لا هو جاي يسرق ويرجع حياته غالية جدا عليه لأنها حياة ملهاش آخر. لذلك كان سقوط أي جندي وسط جنود أمريكان بيصبهم جميعا بالذعر، يهربوا دون الالتفات لزميلهم اللي سقط. أول فيديو تم نشره لعمليات القنص هذه من جوبا قناص بغداد في نوفمبر 2005. ظهر في الفيديو اللي تم تداوله بشكل واسع وقتها كاميرا مثبتة بتصور هدف يقوم قناص بعمليات قنص جنود الاحتلال الأمريكي. أدخل قناص بغداد الرعب في قلوب قوات الاحتلال، وبعد ما كانوا بيتحركوا في بغداد بحرية واستعلاء وعدم اهتمام، أخذت قيادة القوات الأمريكية قرارا بتدريع أبراج مركباتهم بحيث تصبح مدرعة. هذه الأبراج عملوا شبابيك تمويه فيها لتقليل الثغرات على القناص.
وده معناه انتشار الرعب بين كل الجنود اللي بينزلوا سواء في عمليات بحث أو فرد عضلات للمحتل في بغداد. وإليكم بعض ما قالوا وكتبوا جنودهم بعد عودتهم إلى بلادهم. نشر كريستيان لوي أحد جنود قوات المحتل الأمريكي في العراق على حسابه يوم 9 إبريل 2022 بيقول: كان هذا هو أخطر قناص متمرد في العراق، لقد أثار هذا الاسم جوبة الرعب في قلوب القوات الأمريكية. هذا القناص يمكن أن يطلق جولته القاتلة في لحظة ويذوب سالما. جوبة إنه حقا رقصة الموت، لقد كان شديد الدقة، إنه شبح لا تراه وهو يقضي عليك، لقد أصبح أسطورة، يتسلل يقنص يفتك ثم يذوب. كتب الكاتب الأمريكي أدم تايلور في صحيفة الجارديان: المتمرد الأسطوري الذي قضى على مئات من القوات الأمريكية. بيكمل مقاله وبيقول: في الواقع أصبح جوبا كما كان يعرف من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبت ظهوره، لقد أصبح نموذجا للمهارة الفتاكة. إنه مصطفى، شخصية القناص العراقي في الفيلم الأمريكي أمريكان سنايبر الذي كان يبارز كريس كايل في هذا الفيلم الحائط. لقد أجريت لقاءات مع عدد من الجنود الأمريكان ببغداد في هذا الوقت، وقد قالوا جميعا في كل مرة نخرج فيها: نحن متأكدون أن الجميع قد وضعوا جوبة في مؤخرة أذهانهم، إنه جيد، دقيق، هادئ، صبور، إنه يشكل التهديد الخطير لنا في بغداد. ونقل كلام ضابط أمريكي عن جوبة فقال: هذا البارع المتخفي من الصعب تعقبه، لدينا تقنيات مختلفة لمحاولة استدراجه، لكنه مدرب جيدا، إنه لا يطلق رصاصة ثانية أبدا، إنه صبور للغاية. لقطات فيديو جوبة التي انتشرت سنة 2005 ثم الفيديو الثاني 2006 كان بيسخر فيه من الأمريكان ومن رئيسهم بوش. الشريط الثاني تم إصداره في نهاية 2006. لم يتوقف قناص بغداد عند نفسه فقط، لكنه أسس شعبة القناصين، وأظهر هذا الفيديو عدد كبير من المقاتلين أثناء تدريبهم على بنادق القنص. عرض الفيديو آثار الرعب التي يتركها هذا القناص في نفوس القوات المحتلة للعراق. بيظهر قناص بغداد وهو عائد من إحدى مهمات القنص متمما عدد المهمات الناجحة حتى تاريخه ب 143 قنصة أودت بحياة 143 جندي أمريكي. يا للهول، كم كنت عظيما يا جوبة. من هو جوبة؟ هل عرفت شخصيته الحقيقية؟ هل كشف عنها؟ وهل استطاعوا أن يقبضوا عليه؟ لقد أرسلت أمريكا بعظمتها وقواتها فرقة العمل سيئة السمعة رابتور لمطاردة هذا البطل العراقي المسلم جوبة، وهي وحدة النخبة من القناصين الأمريكان. هذه الفرقة كان منها الشخصيتين اللي اتعمل عنهم فيلم الحائط الأمريكي، اللي عرض وعرض لحظات المواجهة بين جوبا القناص قناص بغداد وبين ثلاثة من قناصين هذه الوحدة. الحكاية هي أن الأمريكان كانوا بيمدوا أنابيب سرقة النفط لنقل نفط العراق إلى أمريكا، والذي ما زال يتم سرقته ونقله إلى اليوم مجانا بدون مقابل، سرقة بعلم أصحاب الأرض والمال ولا أحد ينطق. كانوا يمدون هذه الأنابيب في منطقة غرب بغداد الحبيب، كان موجود 6 مهندسين وفنيين لمد الأنابيب، 3 حراس، 1 قناص أمريكي. جوبة أو قناص بغداد انتقل لهذا الموقع، قضى على 10 ب10 طلقات لا غير. الوحدة أرسلت 2 من القناصة لاستكشاف الأمر، لأن الاتصال انقطع مع قناص الوحدة داني، أرسلوا 2 من أمهر قناصيهم، وهي قصة حقيقية. الجندي كريس كايل القناص الأمريكي المعروف بالجندي الأكثر فتكا في تاريخ العسكرية الأمريكية، وهو جندي رصيده 160 قتيل باسمه. هذا الجندي في حياته الشخصية انفصل عن زوجته وعائلته بعد عمله كقناص من عنف ما رأى وفعل. هذا القناص الأمريكي كتب كتاب السيرة الذاتية لضابط بحرية أمريكية كريس كايل، وهو الكتاب الأكثر مبيعا في أمريكا. كتب في كتابه أنه قنص 150 عراقي أثناء احتلالهم للعراق الحبيب الذي ما زال مستمرا إلى اليوم. قناص بغداد بعد ما قنص داني القناص الأول في الموقع خد معداته، وكان ضمن هذه المعدات راديو الاتصال اللي بيستخدموه للتواصل مع وحدتهم. ولما وصل الاثنين القناصين اللي جايين يبحثوا قدر يخترق تردد جهاز اتصال القناص كايل
وأدار معاه حوار طويل كشف له مدى دقته في التصويب، وأنه ضرب زمزمية المية بتاعته ولم يقتله، وضرب راديو الاتصال في جزء معين ولم يدمره، وضربه في ركبته وكان من الممكن أن يضربه في رأسه. قال له كده، هكذا تكلموا وهم يتحدثون مع هذا البطل المسلم، وهكذا تحدثوا عنهم. كان جوبا لا يفرق معه الجندي الأمريكي والجندي الخائن العراقي المتعاون مع الأمريكان، الاثنين عنده كانوا هدف. من شدة دقته وفتقه وسرعة انتقاله أشاعت القوات الأمريكية المحتلة أن جوبا هذا ليس قناصا واحدا لكنه عدد كبير من القناصين. قالوا لا يمكن لشخص واحد أن يقنص 643 جندي أمريكي بمفرده. قال وودي بيرد الطبيب البيطري السابق في القوات الخاصة الأمريكية المحتلة للعراق، تقديري هو أن الأشرار كانوا يديرون عملية نفسية في محاولة لترويع القوات التقليدية من خلال عمليات القنص، يقصد طبعا بالأشرار دول القوات الشعبية المدافعة عن أوطانها شرفا وأرضا وخيرات. بيقول أكيد كان هناك أكتر من جوبا واحد، لا يمكن لشخص مهما كان قوته أن يقنص هذا العدد الكبير، وده يؤكد ضعفهم أيها المشاهد الكريم، وأننا تأثرنا بدعاياتهم وأفلامهم السينمائية رامبو وزامبو والأبطال الخارقين المصنوعين خلف كاميرات فقط. لقد هزمونا نفسيا. في 2007 قال الكابتن بريندن هوبز لقد بنينا هذه الأسطورة بأنفسنا، يبقى نحن الآن أمام أسطورة حقيقية سواء بنوها هم بأنفسهم أو بنيناها نحن أو بناها هذا البطل. لا أحد يستطيع أن ينكر ما فعله عراقي واحد في هذا الجيش الذي لا يقهر، فهو لا يقل عن القناصين المشاهير أمثال فاسيلي القناص الروسي الأعجوبة الذي لا يقل عنه أبدا قناص بغداد الحبيب. فاسيلي هو فلاح روسي اتعلم وهو طفل أول دروس القنص من جده وهم بيرعوا الغنم في ثلج سيبيريا. انضم فاسيلي للبحرية السوفيتية 1936، تخصص في الإدارة، ثم انتقل إلى وحدة القناصين رقم 284 القادمة من سيبيريا بعدما اكتشفوا مهارته الغير عادية في القنص. رقي إلى رتبة رقيب بعد أن عبر نهر الفولجا في 22 سبتمبر 42. سلموا الرائد ميتليف قائد وحدته بندقية قنص طويلة من نوع موزين ناغان الروسية. أصبح فاسيلي أسطورة تاريخية عند الروس وعالميا كما هو حال قناص بغداد. وفي معركة تيلينغراد بين الجيش الأحمر السوفيتي والقوات الغازية النازية قدر فاسيلي يهاجم هذه القوات من 10 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، قنص 225 جندي وضابط ألماني منهم 11 قناص من النخبة الألمانية كما فعل بطلنا العراقي المسلم قناص بغداد. أصيب القناص فاسيلي الروسي بانفجار لغم في يناير 1943، فقد بصره لكن شهرته سمحت له أن يتلقى علاجا عند أكثر أطباء العيون مهارة في موسكو البروفيسور فيلاتوف في 22 فبراير 43، وقد شفي. بالمناسبة الروس هم أقوى عالميا في علاج العيون والعظام. حصل على لقب بطل الاتحاد السوفيتي مع شارة لينين وصورته معانا الآن على الشاشة وهو صغير وهو أيضا كبير. من هو إذن قناص بغداد جوبا رقصة الموت كما سماها الأمريكان المرعوبين منه؟ وهل هو حي في إسطنبول أم أنه قد مات؟ لا، لقد رحل هذا الرجل. أما الذي كان في إسطنبول بعدما بحثت عرفت أنه كان فيلم اتعمل عنه وبيعرض في إسطنبول، هو عزام العنزي، هو اسم كنيته أبو صالح، أصله من النخيب، ضابط قوات خاصة في الحرس الجمهوري العراقي من تشكيلات الجيش العراقي السابق. بقي اسمه مخفيا عن الإعلام إلى أن سربته المخابرات الروسية ونشرته في مجلة دير شبيجل الألمانية. أعلن أنه قنص 645 جندي أمريكي، لقبوا جنود المحتل الأمريكان جوبا الرقصة الزنجية التي ترمز إلى الموت. بسببه أصبح الجنود الأمريكان يتحركون في بغداد وهم يرقصون حتى يصبح اصطيادهم أصعب. أعلن الجيش الإسلامي في العراق اللي كان بينتمي لي وفاته في بغداد عليه رحمة الله بعد أن اعتقلته أو اعتقلوا الأمريكان وهم لا يعرفوا حقيقة شخصيته أنه قناص بغداد. هناك شهادات لمن كانوا معه في المعتقل أن الذين قضوا عليه ثلاثة للأسف من الجماعات المتشددة اللي شافوا أنه من الخوارج وحصل بينهم معركة داخل السجن وطعنوه ولم يسعفه الأمريكان. محزن أن شرفاءنا يقتلهم بعض منا، محزن جدا أن شرفاءنا يقتلهم بعض منا.
كنا نعرف أن كل دم المسلم على المسلم حرام، إلى أن ظهر هؤلاء الذين أصبحوا يكفروا كل من يخالفهم الرأي، حتى وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وصام رمضان وحج البيت. كيف هذا؟ ومن هؤلاء الذين أفسدوا علينا ديننا وإن كانوا على حق؟ لماذا لا يدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. وإلى قصة حقيقية من قصص العزة والإباء. وقبل ما أقول لحضرتك هذا، ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم، تعالوا نترحم على هذا البطل الذي دوخ الأمريكان ولم يصلوا إليه أبدا. وفكرك، اخبط لايك، اخبط مشاركة للحلقة إن كنت قد وجدتها مفيدة، وإن لم تكن قد شرفتنا بالاشتراك في هذه القناة، شرفنا بالاشتراك وفعل الجرس وسلام.